النادي الاهلي اللي ان شاء الله النهارده لقائه مع الانتاج الحربي الساعه 9 على ملعب السلام. النادي الاهلي داخل ب 10 نقط ان شاء الله يخرج من المباراه دي ب 13 نقطه والعديد باذن الله من الاهداف. دلوقتي بقى نرجع مره ثانيه ونشوف معاكم الجرايد قالت ايه النهارده عن النادي الاهلي. الليله الاهلي واجه الانتاج بروح القمه. كتيبه الاهلي تستعد لايقاف عجله الانتاج. الأهلي في اختبار محلي لإيقاف مسيرة الإنتاج. الأهلي والإنتاج مواجهة بروح الهدف الواحد. الأحمر يسعى للصدارة في الظهور الأول للجماهير في الدوري. الأهلي يصطدم بالإنتاج في بداية عودة الجماهير للدوري. في الجولة الخامسة للدوري العام الأهلي يدافع عن الصدارة أمام الإنتاج. كارتيرون يبحث عن انتصار جديد ومختار طمعان في ممارسة هويته أمام الأحمر. الليلة الأهلي ينتظر الإنتاج ويتحدى الإصابات للحفاظ على صدارة الدوري. الأهلي يتحدى الغيابات والإنتاج. كارتيرون خطتي إيقاف قوة الإنتاج. كارتيرون طالب لاعبي بحسم المباراة مبكرا ومختار يراهن على تضييق المساحات. اليوم الأهلي يسعى للحفاظ على الصدارة أمام الإنتاج. الأهلي يحشد قوته الهجومية لضرب معاقل الإنتاج. كارتيرون قادرون على الفوز رغم الغيابات ومختار يتحدى الأحمر. كتاب مفتوح. طبعا اغلب منشطات وعناوين الصحف النهارده ركزت على ان النادي الاهلي هيواجه الانتاج الحربي وهدفه طبعا ان هو يفوز عشان يحافظ على القمه، وتاني حاجه ان هو يستمر في مسيره الفوز في المسابقه ويقدر يقدم عرض كويس جدا قصاد الجماهير اللي هتحضر برده النهارده المباراه لاول مره. طبعا ده هيكون الظهور الاول للجماهير في الدوري بعد قرار رجوع الجماهير ب 5000 مشجع في المباراه الواحده. كمان قالت الصحف ان النادي الاهلي هيواجه مشكله كبيره جدا بسبب الغيابات وسبب غيابات اللعيبه الاساسيه بسبب الاصابه وسبب الارهاق وعدم الجاهزيه الفنيه والبدنيه، وان الجهاز الفني بيعمل كل اللي يقدر يعمله عشان يقدر يتغلب على غياب نجومه في اللقاء ده. ده بقى كان كلام الجرايد. تعالوا بقى نشوف دلوقتي مواقع الانترنت قالت ايه عن النادي الاهلي. اجتماع في الاهلي لمناقشه تعديلات لائحه النادي. فقرة للضربات الثابتة في ميران الأهلي. عمرو السولية يواصل برنامجه التأهيلي اليوم بالأهلي. ربيعة يشارك في جزء من تدريبات الكرة بميران الأهلي. راحة 72 ساعة في الأهلي وإعفاء 4 لاعبين من ميران المستبعدين. أجايي يؤدي جلسة التأهيل في الجيم. الشيخ يكتفي بالتدريب في الجيم. الموقع الرسمي للنادي الاهلي لاعبو الاهلي ينتظمون في معسكر المنتخب الاولمبي اليوم. اليوم اجراء قرعه بطوله المناطق للناشئين. اسلام حسن نتطلع للفوز ببطوله القاسمي لليد. جوجت يشارك في ميران فريق السله اليوم. هنبتدي بأهم الأخبار وهنبتديها من الشروق. الشروق قالت إن بيعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماع بكرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب عشان يناقش التعديلات الجديدة الخاصة ببنود مشروع اللائحة الأساسي المقدمة من أعضاء النادي الأهلي. كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال إن خصص سامي أمزان المدرب المساعد في النادي الأهلي فقرة للتدريب على ضربات الثابتة خلال تمرين النهاردة للغايبين عن مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، وانتظم في التمرين وليد سليمان وأحمد طارق ورامي ربيعة وباسم علي وعمار حمدي وعمرو بركات وصبري رحيل. صدى البلد قالت ان ادى عمرو السوليه لاعب النادي الاهلي جلسه في الجيم النهارده في تمرين الغايبين عن مباراه الانتاج الحربي ضمن طبعا البرنامج التاهيلي، والسوليه زي ما انتم عارفين ان هو اتصاب بمزق في العضله الضمه في مباراه كامبالا سيتي. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان شارك رامي ربيعه مدافع النادي الاهلي في جزء من تدريبات الكوره خلال تمرين الغايبين عن لقاء النهارده على ملعب التتش في الجزيره، واللاعب
الشعب خاض برنامج تأهيلي للتعافي من إصابته في العضلة الضمة. اللقاء ده أو التدريب ده شمل التدريب على الكرة بشكل خفيف، وده كان بيشمل التسديد من كل الزوايا، وكان تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل في الجهاز الفني للنادي الأهلي. الشروق كمان قالت إن قرر الفرنسي باتريس كارتيرون إن هو يدي اللعيبة راحة سلبية ابتداء من بكرة إن شاء الله يوم الاثنين ولمدة 3 أيام، وبعد كده يرجعوا للتدريبات يوم الخميس اللي جاي بإذن الله عشان يقدروا يتخلصوا من ضغط المباريات اللي واجهت الفريق خلال الفترة اللي فاتت، ويستعدوا لمواجهة الذهاب في دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا. وكمان منح رباعي النادي الأهلي حسام عاشور وشريف إكرامي وسعد سمير وعلي معلول راحة من تدريبات مجموعة اللعيبة اللي غايبين عن مباراة الإنتاج الحربي. موقع 1-3 قال إن واصل نيجيري جونيور أجايي تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به النهاردة الصبح في الجيم عشان يتعافى من إصابته. اللاعب طبعا كان أخذ حقنة بلازما خلال الأيام اللي فاتت في إطار برنامجه العلاجي والتأهيلي، وأجايي اتصاب بقطع في الرباط الداخلي للركبة في مباراة النادي الأهلي وتاونشيب البوتسواني. الوطن كمان قال إن أدى أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي جلسة تأهيل في تمرين الغايبين عن مباراة الإنتاج الحربي، ما شاركش هو في المباراة بسبب إن هو عملية ليزك في عينيه مؤخرا. والموقع الرسمي للنادي الأهلي قال إن انتظم النهاردة لعيبة النادي الأهلي أحمد ياسر ريان وأحمد حمدي ومحمد صابر في معسكر المنتخب الأولمبي استعدادا لمواجهة منتخب روسيا وديا يوم 7 سبتمبر الجاري، وينضم باقي لعيبة النادي الأهلي الدوليين بعد مباراة الإنتاج الحربي زي كريم نيدفيد وأكرم توفيق وناصر ماهر. الموقع الرسمي برضو للنادي الأهلي قال إن النهاردة هيكون في قرعة بطولة المناطق للناشئين للأعمار السنية المختلفة في مقر القاهرة لكرة القدم، وهتقام بطولة المنطقة بنظام دوري من دور واحد، وبعد كده هيكون بطولة القطاعات، وهيشارك النادي الأهلي بثلاث فرق في بطولة القاهرة وأربع فرق في بطولة الجمهورية للشباب والناشئين. الموقع الرسمي برضو للنادي الأهلي قال إن إسلام حسن لاعب النادي الأهلي لكرة اليد صرح وقال إن بطولة القسم الودية الدولية اللي بتقام دلوقتي في الإمارات بمثابة إعداد كويس جدا للعيبة، فهي بتضم مدارس كروية مختلفة من آسيا ومن أفريقيا كمان. برضو الموقع الرسمي للنادي الأهلي أكد أو قال إن أكد طارق خيري المدير الفني لفريق كرة السلة في النادي الأهلي إن اللاعب الأمريكي كوينتن دوجت المنضم حديثا لصفوف الفريق هيشارك في التدريبات البدنية النهاردة، وبعد كده هيدخل في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي عشان يبتدي ينسجم مع اللعيبة استعدادا للموسم الجديد بإذن الله. دلوقتي بقى هنطلع سريعا لفاصل قصير ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا.